رح نبقى ببلاطة عن حديثكم ومن الضحك للرياضة. فريق مؤلف من 7 أشخاص، 5 من بيناتهم متطوعين بالصليب الأحمر اللبناني، تعرفوا على بعض من وراء هواية الماونتن كلايمبينج أو تسلق الجبال. كل نهاية أسبوع بيمارسوا هالهواية بمناطق مختلفة بلبنان لاكتشاف جمال الطبيعة وتقوية الطاقة الجسدية. بيحلموا يصيروا مثل ماكسيم شعيا ويكونوا أول فريق لبناني قدر يتسلق الكمم السبع. لنتعرف أكثر على طموحاتهم نستقبل بيتر مرقدة وآفو كالباكليون. كيفك؟ تفضل. تفضلوا. بيتر مرقدة وآفو كالباكيا، أهلا وسهلا فيكم بمن الآخر. فعلا اثنيناتكم متطوعين بالصليب الأحمر اللبناني؟ نعم، أنا إكس متطوع بالصليب الأحمر اللبناني، تركت لأنه وقت ما بقى كان عم بيسمح لي أكمل. نعم. مشان شغلي وهيك. وآفو؟ أنا بعدني هلا بالإنقاذ الجبلي بالصليب الأحمر. كنت قبل من منطقة جوني. اليوم ماونتن كلايمينج لأنه بالصليب الأحمر اللبناني في حاجة حتى واحد يعمل ماونتن كلايمينج أو يقوم بهالرياضة حتى يساعد ويخلص أشخاص اليوم بخطر بتكون عم بتمارس هواية، أو إذا بدنا نقول هواية شتوية يعني سكي أو غيره. هلا هي بالسكي أو غيره رياضة الأوتدور بلبنان عم تكون أكثر وأكثر، مشان هيك بالصليب الأحمر نحن هلا في فرقة عم تتجهز كرمال إذا صار حادثة أو شيء لا سمح الله نتدخل. هو فريق وطني. بيتر، اليوم عم شوف السبونسرز على التابية اللي لبسينا. ليش السبونسرز وشو عم تعملوا إكزاكتلي؟ فيني خبرك شوي عن السبونسرز يلي هن معنا. أول شيء سبونسرنا هو مزارع تعنايل، بس وي هاف تو بارتنرز يلي عم بيرافقونا، هن الام تي في يلي حيكونوا مرافقينا على الجبل كل يوم على الأخبار، حيبين من بعد الأخبار على حلقة وقت بيبين الميتيو weather forecast، حيقولوا وين صرنا على الجبل مع على الخط يعني على المابينج، حيبين أي نقطة صرنا، شو صار معنا كل النهار، وأهم شيء قدي صرنا مجمعين مصاري للصليب الأحمر اللبناني، لأنه نحن عم نعمل هيدا الشيء تنقدر نعمل تبرعات، نقدر ناخذ تبرعات للصليب الأحمر اللبناني. بيتر، أي جبل رح تتسلقه؟ عم نتسلق جبل بالأرجنتين يلي اسمه الأكونكاغوا. هو من القمم السبعة وهي بقارة أمريكا اللاتينية. وقدي صعب الواحد يتسلق؟ هو تاني أعلى واحد هيدا من بعد الأفرست. تاني أعلى واحد من بعد الأفرست. Actually هو الجبل الأعلى بالعالم برات آسيا. كريستيان حجر، أنا كنت عم بشوف نتفة شو بتعملوا، وفت شوي شفت شخصية كل واحد منكم، شفتوا كل واحد عنده حياته بيشتغل، بس عندكم هالباشن اللي بتجمعكم، وكنت عم بتسأل إنه شو اللي خليكم تعملوا هالبروجكت إنه تتحلقوا السبع قمم بالعالم، وبذات الوقت كونوا عم بتجمعوا ل يعني للصليب الأحمر اللبناني، يعني إنه عم بتشجعوا عدة أشياء بذات الوقت. أي هلا نحن اول شيء بدنا نقول انه نحن ناس مختلفين عن بعض، كلنا مختلفين عن بعض بالفريق. تلاقينا على بعض عبر هيدي الهوايه اللي عنا اياها، واكشلي تلاقينا على بعض عبر افو يلي قاعد حدي، لانه هو هي از ماونتن جايد ان لبنان، اند ذس از وات هي داز از ا بروفيشن. هذا اللي بيعمله، هيدي هي شغلته. كل اسبوع بيكون عم بيبرمج تياخذ ناس محل بلبنان وبيستكشفوا محل ومنطقه بلبنان. تراكينج هايكينج تراكينج وهيك. وكلنا تعرفنا على بعض عبر افو، ولاحظنا انه نحن وي اول هاف ا باشن اللي هي هيدي الهوايه اللي عنا اياها اللي كثير قويه للماونتينيرينج، وقلنا ليه ما بنعمل شيء كلنا سوا. كلنا كان عنا هيدا الحلم. سحبكم على الارجنتين؟ ايه سحبنا بعض على الارجنتين كلنا سوا. المهم انه تعرفوا انه نحن فريق، منا ناس. مش هيدا المهم، مش نحن كاشخاص المهمين، المهم هو الفريق، المهم هو انه فريق لبناني لاول مره عم بيحقق هذا الحلم يلي هو يطلع على القمم السبعة. نحن منا أبطال،
نحن منا محترفين أثليتس، نحن ناس عاديين. بس ما في خطورة هون إذا منكم محترفين أو كونك بتمارس أكتر واحد بلكي هالرياضة؟ منا محترفين بس نحن انتويت يعني، نحن عطول معربشين كاجا جبل بسويسرا بفرنسا بالألبس حتى 3-4 عاملين كيليمانجارو يعني، كلنا متمرسين بس مش شغلتنا الأساسية هي. صح. Justement, بدي أسأل إنه شو الكريتيري اللي بتنقوا حالكم عليه أو بتجمعوا بعضكم عليه بإنه غير الباسيون، لأن الباسيون لوحدة ما بتكفي لواحد يوصل. بدي يكون في كريتير دو باز معين واحد يقدر يوصل لهال معيار جسدي لهالكمم يعني. كفاءة جسدية. هلا نحن عم نعمل تمرينات كتير قاسية يعني، كل يوم نتمرن 5 مرات 6 مرات بالجمعة مينيموم. بس تتمرنوا على شو؟ نتمرن سبور يعني، رح اعطيك اكزامبلز لانه بيزيكلي يلي عايزينه نحن هو انديورنس، ستامينا على الجبل، لانه ات از ا فيري هاي انديورنس سبورتس الماونتينيرينج. بقى كل يوم مثلا انا رح اعطيك مثل حسب كل واحد الامكانيات اللي عنده اياها. انا عايش بالاشرفيه، عايش ببيروت وعايش ببنايه، وبعدين عندي شغل ببلش على الساعه 8 وبوعسى كمان مع قطعه الكهرباء يعني، بتتمرن بتطلع على الدرج كل يوم. برافو عليك. بتطلع على الدرج سكدوا في حجار وياك سكدوا 25 كيلو بسكر من خاري، كنا بتنفس عبر التوبا، التوبا اللي بينزلوا فيه غطس. بتعملها بالبنايه؟ بالبنايه وقت يطلع فيه ما بيشتغل العالم. انا اذا قطع حد بينطروا ناطرة وقت يجوا اصحاب اولادهم بينطروا بيتر ليطلع. بيكونوا عم بيسقوا الزريعه بكره الصبح بيشوفونا هيك طالع مين هيدا ولا جاي يهاجم علينا. بطلع البناية 20 مرة وبساعة واحدة، وأكيد كل مرة على مرة بنصير نتحسن، بيتحسن وقتنا، بيتحسن ليونتنا، بيتحسن بيتحسن كمان كيف منفكر، لأنه mountaineering is a lot mind game يعني. الواحد بيكون مفكر حاله كثير قوي، وتش بتجي الصعوبة بيحس خلاص ارتخف. ما بده يعمله. وعلى الجبل في عنا زيت الشيء اللي بيصير معنا. نيلة لحود، إن شاء الله تقدروا تجمعوا أكثر من 100,000. شفت على الويب سايت أنه حاطين 100,000، بعتقد فيكم تجمعوا أكثر ورح ننطركم. ما نحن هون إنه إذا دولار كل واحد 100,000 شخص أكيد في 100,000 شخص عم بيراقبنا هلا، عم بيفكروا معلش مش 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 مشكلة يدفع هلا. لا، إذا كل شخص هلا فات أونلاين ودفع على كيف هيدا يشترك؟ أوكي، كتير كتير هين هيدا الشيء. عملنا على الويب سايت تبعنا يلي هو اسمه teamlebanon.me في شيء اسمه جبل وهمي، وطالبين من الناس كل شخص يكون عم يتسلق الجبل معنا بطريقة سيمبوليك، يدفع دولار رمزي على هيدا الشيء. كل ما بيكون عم بيدفع دولار، كل ما بيكون عم بيتسلق الجبل لنوصل على هدفنا يلي هو 100,000. بيكون عم بيعبل الجبل، وكل نهار وقت على الأخبار على الام تي في حتعرفوا قدي صار مستوى الجبل وقدي بعد ناقص لنوصل لهيدا الهدف يلي هو 100,000 دولار، يلي معك حق منه هالقد كتير، بس هو هدف وإنجاز إذا قدرنا نجيبهم. بس مش برافو لإلنا، برافو لإلكم إذا أنتوا عم بتساهموا. جورج حرب رح تتسجل؟ رح فوت على السايت أكيد، وأول تامز أب لفكرة تسلق الجبال بالمطلق وزرع علم لبنان على كل جبل، ما فيني أقول شيء يعني غير هيك. تاني تامز أب لأنه الصليب الأحمر، وما فينا من نستفيد من الفرصة ونوجه تحية للصليب الأحمر على كل شيء عملوا، على كل شيء عم يتعبوه، أكن من جمعتين على نيو يير وبالليل وبالحوادث وبكل شيء بالمطلق. سو دبل تامز أب. Thank you. رولك عادي. أنا بدي أقولكم إنه good luck، إن شاء الله نشوف هالعلم مشكشكة everywhere، علم لبنان أكيد. Thank you. Thank you. بيتر مرقدة وأفو كالباكليون، شكرا كتير لكل شيء عم تعملوه، لأنه اليوم أنتوا أشخاص، 7 أشخاص مأمنين اليوم أنه بالرياضة بتقدروا توصلوا رسالة كتير مهمة، بتقدروا ترفعوا علم لبنان كتير عالي، وبتقدروا أهم شيء توصلوا رسالة إنسانية وهي مساعدة الصليب الأحمر اللبناني. ما فينا غير ما ندعمكم، نتشكركم كتير، وأكيد على الام تي في على فترة 12 يوم ولا 18 يوم؟ 18 يوم على الجبل. على يعني فترة 18 يوم رح نقدر نشوفكم. صح. وين كل ليلة؟ مزبوط، كل يوم حيكون في أبديت شو صار يعني، حادث كل شو صار كل يوم. بالصور ولا بالفيديو؟ معقول يكون عنا صور، أكيد حيكون في تريل. بليز بطلب منكم كمان تلاحقونا على فيسبوك على تيم لبنان. سو في بان بيج على فيسبوك اسمها تيم لبنان. عم نتابع حاليا البيج باسفل الشاشه. بيتر مرقده وافوكاد باكليون، بدي اقول لكم موفقين.
بالمشوار يلي رح تقوموا فيه. انتبهوا كثير على حالكم، المغامرة اوقات فيها تصب للخطورة بنفس الوقت، بركي لازم تعرفوا الحدود قبل ما توصلوا لمحل خطر كثير، واهم شيء ترفعونا راسنا بالعالي وعلم لبنان دائما على اعلى قمم العالم. شكرا كثير لوجودكم معنا الليلة. انا بتشكرك وبتشكر فريق الام تي في على جهدكم، وبتشكر الكل اللي عم يحضرنا الليلة، وعن جد عايزين مساهمتكم، مش نحن شخصيا، الصليب الأحمر اللبناني عايز مساهمتكم وعم تعملوا فرق. So thank you، شكرا للكل. يعني رح يتسلقوا الجبل على 18 يوم ويحطوا حياتهم بخطر لمساعدة الصليب الأحمر اللبناني. أنتم بمجرد بس ما تبعتوا دولار واحد بتكونوا عم بتساهموا لتحققوا لهم حلمهم، لتساعدوا كثير هالصليب الأحمر اللبناني.